عنوان دور وكالات الأنباء في مساندة القضية الفلسطينية تحديات وفرص، عقد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا منتدى إعلامي افتراضي. رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا المشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين أحمد عساف كمتحدث رئيس في أعمال المنتدى شكر المنظمين والمشاركين واستعرض تاريخ القضية الفلسطينية وقدم مجموعة من المقترحات للدول الأعضاء متعلقة بدعم وسائل الإعلام الفلسطينية ورسالة الإعلام الفلسطيني لخلق حالة دائمة من الوعي وصياغة رأي عام مساند. احنا بندعو حقيقة إلى تواجد مراسلين لكافة وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، ونحن جاهزون في الإعلام الرسمي الفلسطيني وكالة وفا هيئة الدعوة التلفزيون صحيفة الحياة الجديدة لتوفير كل المساعدة وكل الدعم اللوجستي المطلوب لتسهيل عمل هؤلاء المراسلين، وأن يكون هنالك منظومة لدول منظمة التعاون الإسلامي في مقر اتحاد الوكالات لدول منظمة التعاون الإسلامي للتبادل الإخباري على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي وتحديدا الأخبار الفلسطينية، ونحن جاهزون لأن نقوم يوميا بتزويد هذه المنظومة بكل الأخبار المتعلقة بالشعب الفلسطيني. أنا بدعو من خلال هذه المنصة المهمة منظمة التعاون الإسلامي وكالات دول منظمة التعاون الإسلامي إلى إيصال رسالة واضحة وقوية إلى هذه المنصات الرقمية بضرورة لا نريد لها أن تنحاز إلى الرواية الفلسطينية، أن تكون محايدة. لماذا تقوم بشطب المنصات الفلسطينية عندما تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني؟ لماذا تقوم بتقييد الصفحات والمنع من الوصول للمنصات الرقمية الفلسطينية عندما تتحدث عن شهداء الشعب الفلسطيني وعن الاعتداءات اللي بيقوم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة والقدس؟ ما بتقول عالم يشوف هذه الجرائم؟ اضغطوا على إسرائيل بوقف هذه الجرائم. هذا وقدم عساف مقترح مشروع حول تخصيص مقر لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية على أرض المملكة العربية السعودية دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي ليكون همزة الوصل مع وكالات الدول الأعضاء 57 نظرا لانتشارها الجغرافي على 4 قارات إضافة إلى تعدد اللغات المستخدمة في هذه الوكالات. إيجاد مقر للإعلام الرسمي الفلسطيني على أرض المملكة العربية السعودية، يعني اللي هي بتحتضن مقر منظمة التعاون الإسلامي سواء في جدة أو في الرياض، من أجل أن يكون همزة وصل ما بيننا وما بين الدول الأعضاء وإيصال الأخبار الفلسطينية بشكل يومي إلى كافة الدول الأعضاء وباللغات المعتمدة في منظمة التعاون الإسلامي وهي اللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية. وفي كلمته أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على حرص المنظمة والدول الأعضاء على خدمة القضية الفلسطينية إعلاميا والعمل على تعزيز حضور الخبر الفلسطيني واستعداد صندوق التعاون في منظمة التعاون الإسلامي لتمويل ودعم أي مشاريع في هذا السياق بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات. يجب إيلاء الأهمية الإعلامية التامة للقضية الفلسطينية لكي لا تفقد حضورها في الوعي العام على مستوى العالم، إذ بالعمل الإعلامي الهادف نبقي القضية الفلسطينية حية، وهذه مسؤوليتنا جميعا. دعوة الوكالات الأعضاء إلى تقديم الدعم الإعلامي الكامل للأخبار المتعلقة بطلبات فلسطين، الانضمام لعضوية سائر المنظمات الدولية، ونشر الوعي حول هذا المسعى الفلسطيني وأهميته في إنجاز الحقوق الفلسطينية. أيضاً دعم الجهود منظمة التعاون الإسلامي في إعداد خطة مشتركة لمساندة فلسطين في مجال الإعلام وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية من حيث التجهيز والإنتاج وتبادل البرامج والخبرات، إضافة إلى تكثيف برامج التدريب الموجهة للإعلاميين الفلسطينيين وعقدها بصورة منتظمة بالتناوب بين الدول الأعضاء لسد أي فجوات تأهيلية لدى الصحفيين الفلسطينيين. المشاركون من الدول الأعضاء وفي مجموعة من المداخلات من تونس والجزائر وقطر والصومال وتشاد وغيرهم دعوا إلى ضرورة توحيد الجهود بين الوكالات العربية والإسلامية لدعم ومناصرة الصوت الفلسطيني وإيصاله إلى العالم. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين.